بسم الله. في سؤال بيقول ايه العلاقة بين البيم قسم صيانة التشغيل؟ صيانة التشغيل دوت يعني المبنى تم الانتهاء منه وتم تسليمه للشخص او للجهة اللي هتشغل المبنى. احنا دلوقتي مش بنتكلم على مرحلة تصميم او مرحلة التنفيذ، احنا بنتكلم على مرحلة التشغيل. يعني عندنا فندق خلاص كل اجهزة البناء الكرين والحاجات دي كلها خلاص خرجت من الموقع وبدأنا تشغيله وبدأ الناس تيجي تسكن في المكان. ففي اصلا برامج متخصصه في موضوع الاوبريشن او متخصصه في موضوع الفاسيلتي مانجمنت او متخصصه في السي اي اف ام اللي هي كمبيوتر ايد فاسيلتي مانجمنت. دي برامج موجوده من زمان، بقى لها 20 30 سنه برامج متخصصه. فهي الفكره كلها ان انا اقدر اتواصل معاها، يعني البيم مطلع لي انا شغال مثلا على الاركيكات، فالامتداد نفسه مش مقبول لبرامج السي اف ام او برامج الفاسيلتي مانجمنت او شغال على اي برنامج تكلا ريفت. الفكره كلها في ان احنا نلاقي لغه مشتركه، تمام؟ يعني انا كنت شغال مع ايطاليين وكان في بعضهم فاهم انجليزي وبعضهم مش فاهم انجليزي. ف الشخص الايطالي اللي على راسي من فوق اللي هو مش عارف انجليزي، كنا في سوء تفاهم رهيب بينا. يعني حتى مثلا اكتب، هو عايزني اكتب كلمه معينه فاكتب له الكلمه دي، هو عايز يغير حرف معين فيقول لي نو 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 نوت اي او اراء، يعني الحروف نفسها غير الحروف اللي احنا متعودين عليها، تمام؟ فانا مش فاهم اصلا، يعني هو يقول لي اكتب حرف ايا، فين ايا ده مش لاقيه، تمام؟ فهي الفكره كلها ان احنا نلاقي لغه مشتركه بين البيم وبين الفاسيلتي مانجمنت. فحاليا في ملفات كتيره جدا زي ملف الكوبي، زي ملف الاي اف سي، زي ملف الجي بي اكس ام ال، دي كلها اوبن سورس، كلها اوبن بيم، كلها مشتركه بين البرامج بتاعت البيم وبرامج الفاسيلتي مانجمنت. تقدر نصدر من ده لدوت ونستورد من ده لده، فاصبح في لغه مشتركه، تمام؟ الفاسيلتي مانجمنت يعتبر مرحله من مراحل البيم. يعني هو في بعض الاكواد بتعتبره 6 دي، تمام؟ زي الكود البريطاني، وفي بعض الاكواد بتعتبره 7 دي زي الكود الامريكي، وبيعكسوا مع بعض. بيسمي في البريطاني بيبقى 7 دي هو السستينابيلتي، بينما في الامريكي ال 7 دي هو السستينابيلتي، ففي عكس عكس، تمام؟ بس المهم ان هو جزء من البيم، يعني ده مرحله من مراحل البيم، مش مهم الرقم، مش هيفرق كتير. والجميل جدا الاستفاده الكبيره جدا اثناء التشغيل، يعني لو انت وفرت مثلا 1 دولار اثناء التصميم، تمام؟ فده حاجه على الورق. ففي مرحله التنفيذ بتوفر 20 دولار، لان اي غلطه في فوره، تمام؟ تلاقي الكاميرات خابطه في البايب، خابطه في التكييف، فتلاقي مشاكل كتير اثناء التنفيذ. ساعه بقى التشغيل بتوفر 100 دولار. ليه بقى؟ لان انت اثناء التصميم ممكن بتقعد لك 5 6 شهور، اثناء التنفيذ بتقعد لك سنتين، اثناء التشغيل المفروض ان انت بتقعد 30 40 سنه، فبتوفر معاك كتير. طب ايه الافكار بتاعت الفاسيلتي مانجمنت؟ ان اي مشكله تحصل اعرف في ساعتها، تمام؟ يعني تخيل ان انا عندي فندق فيه 666 غرفه، تمام؟ فمش معقوله كل ما تحصل مشكله ما اعرفهاش غير لما الزبون يجي يشتكي واضطر اقول له طب معلش روح غرفه ثانيه لحد ما نحل المشكله ديت ونبعت لبتاع التكييف. اصبح الموضوع ده عبث. دلوقتي اول ما تحصل مشكله تجي لي رساله على الموبايل في مشكله في المكان الفلاني، واقدر اطفي حاجه واشغل حاجه، كل ده من خلال الموبايل او من خلال الكمبيوتر او من خلال الانترنت. يعني ممكن اكون في مكان تاني وبصلح مشاكل كتيره جدا، وبقفل الغرف وبطفي التكييف، وانت عارف تي داتا اول ما تصل بيهم يقول لك اقفل الراوتر وافتحه، فانت تدوس على زرار تقفل الراوتر وتفتحه، وطبعا مش هيشتغل، يعني هم بيشتغلونا، تمام؟ فبقيت انت تسيطر على كل حاجه من خلال الموبايل. والادهى من كده ان اصبح بيبقى مسجل في الموديل ان الحاجه دي مسؤول عن السن بتاعها فلان فلاني او الشركه الفلانيه بتاعت لينا ضمان عندها، فهو اوتوماتيك اتصل بالشركه دي والشركه دي جالها ان الحاجه دي عايز تصلح، فاي حد يصلحها اوتوماتيك. فاصبح الموضوع اسهل بكتير، واداره كتيره جدا، وتوفير كتير جدا، وفي برامج كتيره جدا لموضوع الفاسيلتي مانجمنت. كل البرامج دي اصبح الاصدارات الحديثه بيقبل ان هو ياخد الموديل من البيم. كان الاول بيقبلها كاد او بيضطر ان انت تسافه دي اكس اف او بتسافه اي امتداد دي، فهو دلوقتي اصبح هو بيقبل من البيم على طول.
مجرد ان انت بتسيف امتداد من الامتدادات اللي هي المشتركه زي الاف سي او كوبي او جي بي اكس ام ال، وهو يبدا يتعامل معاها بسهوله ويسر وبدون مشاكل خالص. في برامج كتيره جدا يعني، كل برنامج الفاسيلتي مانجمنت خلاص اصبح بيتعامل مع البيم. في برنامج هذكر كمثال، في برنامج اسمه يو بيم، في اوتوديسك عامله كذا برنامج لموضوع الفاسيلتي مانجمنت دوت. فالموضوع اصبح سهل وبسيط، ويعني ربنا يوفق الجميع ان شاء الله ان هو ينتقل لمرحله الفاسيلتي مانجمنت.